صباحكم أسعد مشاهدينا، نشرة 7 صباحا، أهلا بكم. بداية، تم أمس تعيين كمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بالعيز الذي قدم استقالته لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. في النشاط العسكري، يواصل الفريق أحمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لليوم الثالث على التوالي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. هذا وكان سيد الفريق قد أشرف أمس على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية النجم الساطع 2019، كما ترأس سيد الفريق لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية. موسى مصطفى باباس والتفاصيل. فبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي شمال شرق إنامناس، ورفقة اللواء حسن عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، استمع السيد الفريق إلى عرض حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي، تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ. وهو التمرين الذي شاركت فيه وحدات القطاع العملياتي شمال شرق إنامناس، فضلا عن وحدات جوية من طائرات وحوامات الإسناد الناري، بما في ذلك طائرة استطلاع جوي. السيد الفريق تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع، والذي تم إجراؤه بهدف الرفع من القدرات القتالية للأفراد والوحدات، وتكثيف التعاون بين مختلف الأركانات، وتحسين أداء الإطارات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القنوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة. وهو ما ساعد في الحصول على درجة عالية من الانسجام القتالي بين الوحدات المشاركة في التمرين، مما أكد جليا القدرة التي تتمتع بها هذه الوحدات في مجال التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدها التنفيذ الجيد لهذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام. في نهاية التمرين التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، حيث هنأهم على الجهود التي بذلوها خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين. بعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القطاع العملياتي، وألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية، ذكر فيها بالالتزام اللامحدود للجيش الوطني الشعبي في مرافقة المرحلة الانتقالية، مجددا التأكيد على أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال. إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منها بسلام. ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. فالوضع لا يحتمل المزيد من تأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي ويعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين لخدمة شعبه ووطنه، ووفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآمله المستحقة. وفي هذا السياق، وكما أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر
من جهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا متعلقة باستفادة بعض الأشخاص بغير وجه حق من قروض بالألاف المليارات وإلحاق ضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب. السيد الفريق حذر من بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية. لقد تطرقت في مداخلة يوم 30 مارس لاجتماعات مشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل تآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة رسائل الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام الأمن السابق خرجت تحاول عبثا نفي توجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة، وقد أكدنا يومها سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مسائل الخروج من الأزمة، وعليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتاخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. السيد الفريق أوضح أن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه أبدا مهما كانت الظروف والأحوال. إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات وتغلب على كل الأزمات انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقومته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه مشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة. وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف تتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر تفهم ونبذ كافة أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها بكل تأكيد خطوات أخرى حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسة الدولة التي يتعين الحفاظ عليها لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين. إن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرارا لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه أسدنا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لا سيما أثناء مسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين. وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحية الأجيال عبر التاريخ، وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضرية الراقية التي سجلها له تاريخ ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم. السيد الفريق ذكر بالجهود المثابرة التي تم بذلها في سبيل تطوير وتحديث وعصرنة كافة مكونات قواتنا المسلحة، مؤكدا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي لن تتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن. أتمنى أن يلقى هذا النداء صدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر
على القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي انطلاقا من وفائها رسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني معايشتها لمعاناة الشعب وحرصها على بناء جيش قوي وعصري. أقول جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات، جيش المحترف باستعداده وعتاده واستعداده الدائم المجهز بأسلحة متطورة موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه. جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة خدمة لمصالح الأطراف المعادية التي لم يعجبها الطابع السلمي المسيرات. فالجزائر في أيد آمنة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفها من ثمن. وإننا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية. وأود بالتأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف صعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص. وإنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن بسط نعمة الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد كما أرادها شهداء الأمجاد، والله على ما قول شهيد. دوليا، وفي ليبيا قتل 2 على الأقل وجرح 4 آخرين ليلة أمس جراء تعرض أحياء عديدة وسط العاصمة طرابلس لسقوط قذائف عشوائية. هذا وقتل ما لا يقل عن 170 شخصا وجرح أكثر من 700 بينهم مدنيون منذ أن بدأت قوات خليفة حفتر هجومها في 4 أفريل الجاري على طرابلس وفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية. وفي الشأن السوري، تستضيف كازاخستان جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا، وذلك يومي 25 و26 من الشهر الجاري. هذا ويشار إلى أن الدول الثلاثة الضامنة لهذا المسار بالإضافة إلى ممثلين للنظام السوري ولفصائل المعارضة سيشاركون، بينما ستحضر الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين. في أندونيسيا، يدلي نحو 190 مليون ناخب بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم، إضافة إلى اختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية. هذا ويتنافس في الاقتراع الرئاسي الرئيس المنقذ ولايته جوكو ويدودو الذي يحظى بشعبية كبيرة، إلى جانب الجنرال السابق في الجيش برابو سوبيانتو. في فنزويلا، وصلت أمس إلى مطار العاصمة كاراكاس أولى مساعدات الصليب الأحمر متمثلة في أدوية وتجهيزات طبية وكهربائية موجهة للمستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني أزمة حادة في التكفل بالمرضى جراء الصراع السياسي الدائر في البلاد. هذا وكان مادورو قد وافق الأسبوع الماضي السماح بدخول مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يأتي في وقت تشدد فيه واشنطن الخناق على فنزويلا بعقوبات اقتصادية جديدة. في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض الفيتو ضد لائحة أصدرها الكونغرس تدعو إلى وقف الدعم الأمريكي لقوات التحالف العربي في حرب اليمن. وبرر ترامب قراره هذا بتأكيد أن لائحة الكونغرس تهدف إلى إضعاف صلاحياته، زيادة على أن مضمون القرار يضع حياة مواطنين أمريكيين في موضع الخطر بزعمه.
رياضة الآن وفي كرة القدم، وضمن مباريات الذهاب الدور النصف النهائي لكرة القدم يواجه اليوم شباب قسنطينة نادي شباب الوزداد بملعب الشهيد حملاوي، وهو اللقاء الذي سيأتيكم مباشرة على القناة الأرضية بداية من الساعة 5:45. هذا وفاز أمس فريق شبيبة بجاية على مضيفه وفاق سطيف رغم افتتاح هذا الأخير باب التهديف في الدقيقة 61 قبل أن تتمكن شبيبة بجاية من تعديل النتيجة وإضافة هدف التفوق. هاي المحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية داخل منطقة العمليات من منصور، وزميسي سجل هدف، وزميسي سجل هدف التعادل، التعادل لشبيبة بجاية في الدقيقة 69. جديد بجاية سابقا ولا هدف ثاني، والهدف الثاني لفريق شبيبة بجاية، والهدف الثاني لفريق شبيبة بجاية كانت رائعة وجميلة، كانت رائعة وجميلة في الدقيقة، أو مع أدرير هو اللي سجل هدف ثاني، أدرير يسجل هدف ثاني قبل نهاية الشوط الثاني، والمقابلة بفوز شبيبة بجاية هنا بملعب. نهاية النشرة، ألقاكم في 9. تحياتي، تحيات الفريق العامل معي، في أمان الله.